نعدي فترة بتروجيتو ونروح لفترة امبي. انت برضو كان من المفترض ان تنتقل من بتروجيتو للنادي الاهلي. قعدت تقريبا 5 سنين في بتروجيتو. في بتروجيتو وخلاص بقى وليد هيروح الاهلي وكلنا عرفنا هذا الكلام. هل التوقيت ده بقى انتقلت الامبي فجأة لقينا بعد ما كنت قاب قوسين او ادنى من الانتقال للنادي الاهلي؟ اشرح لي برضو الجزء ده او اشرح للناس يعني. هو اخر السنه ده كابتن خلاص انا عارف ان كنت واخد وعد من رئيس الشركه بس ما حدش عارف ان انا اخر السنه في الاهلي. تمام. جيت اخر السنه. هل كنت مضيت عقود او حاجه ساعتها تاني؟ لا لسه. لسه. طب الحمد لله. جيت اخر السنه رحت الشركه قالوا لي لا مش هتمشي تعبت. كنت قعدت 3 ايام يا كابتن بروح الشركه كل يوم الصبح اقعد مثلا 3 4 ساعات من غير اكل وشرب ومستني بقى يخلصوا مفيش. جيت تعبت. كان معايا صاحبي محمود ربنا يا رب يشفيه ويعافيه خدني وتعبت وخدني وديني المستشفى. قعدت 3 ايام كل يوم بتروح نادي بتروجيت او شركه بتروجيت الصبح علشان يعني ينفذوا الوعد اللي كانوا وعدينك بيه. تعبت. بس هل انت كنت ساعتها حد مكلمك في الاهلي عشان تروح؟ كان على طول في تواصل بيني وبين الناس في النادي الاهلي بين الباشمهندس عادلي وكان الكابتن حسام وكان الحاج محمد يوسف والحاج محمد عبد الوهاب. فكان الوقت ده تحديدا كان خلاص يعني انت كده كده لو خلصت هتروح الاهلي. بالظبط. تمام. تعبت ودخلت المستشفى. قعدت 3 ايام لغايه لما رحت فيهم المستشفى. ما حسيتش بحاجه طبعا في المستشفى ولا تاني يوم لقيت ناس يعني اغمى عليك ولا وصلت مرحلة كانت صعبة فقدت الوعي. ان انا طبعا هناك زعلت وعيطت ودخلت في انهيار ان انتوا وعدتوني وانا كنت الفترة فاتت ساكت وما بعملش مشاكل وكده. ده في الشركة. وطلعت من الشركة بقى تعبان مع محمود صاحبي ده خدني ورحنا المستشفى. دخلت المستشفى قعدت يوم هناك كامل. قعدت يوم وتاني يوم الصبح ما لقيتش الا نفسي كده مع ناس قالوا لي انت خلاص في امبي. امبي ازاي؟ لا لا. والله يا كابتن قالوا لي انت خلاص في امبي. رحت هناك ام بي قالوا لي انت هتلعب معانا سنه خدت وعد من سياده الوزير تلعب معانا سنه وبعدين هتمشي. فعلا لعبت سنه ورحت النادي الاهلي بعد سنه. اول سنه في ام بي كان اول مدير فني موجود في ام بي اعتقد مالدينوف. مستر مالدينوف كان ماسكني في اهلي جده ولما رجعت انا على بتروجيتو وهو مشي من اهلي جده جه على ام بي. شافني وطلبني بقى من الوزير ان انا عايز وليد ومحمد شعبان من بتروجيت. فروحته بقى ساعتها. رحنا سنه ان كان طبعا السنه دي كان الكابتن علاء وسياده الوزير طالبين عايزين ياخدوا الدوري. جابوا بقى كابتن عبد الظاهر السقا كابتن احمد ابو العيله. ام بي كان عايز ياخد الدوري. جابوا لعيبه بقى جامده ولاعيبه من بره وقال لك الراجل عايز وليد وشعبان عشان ياخد الدوري. جه كملنا وكنا ماشيين كويس جدا حصلت ظروف الثوره وبعدين خلص بقى يعني قعدنا فتره طويله ما فيش لعب رجعنا كملنا الدوري كده وما كملش. وبعدين رحت رايح جيت على الاهلي جيت على النادي الاهلي. طيب قبل بس ما نتكلم عن فتره النادي الاهلي